السلام عليكم. اليوم عندنا كوسة حائط من شركة باركسايد، طبعا بيها مشكلة أثناء التشغيل، يصير اهتزاز جدا قوي بيها. راح أشغلها وأشوف. طبعا اهتزاز جدا قوي، ما تحس بيه إلا تمشي الجهاز. راح أفتحها وأشوف المشكلة وين. قبل لا نفتحها راح ندورها شوية، راح نفرها. اسمع صوت هنا، هذا الصوت دلالة على ان الكوميتيتر في مشكلة. لان اول مشكلة اكتشفناها هو اول شيء الكوميتيتر تالف. راح نفتحها كوصلة هسه. الفحم شلون خلصانة مستهلكة، يعني الكوميتيتر تالف. الكوميتيتر لما احد النحاسات ترتفع تعمل عمل المنشار او تعمل عمل المبرد، ذلك الاجهزة اللي تستهلك فحمات بسرعة يعني دلالة ان الكوميتيتر مستهلك. هنا التلف واضح بشكل كبير ما نلاحظ، احد المجاري محترقة والاسلاك كلها مختفية. في الهذا يصير عندنا ارتجاج قوي لان يعني مختلف التوازن بهذا الارميتر، وعندنا تلف احد النحاسات بشكل واضح هذا المكان. هذا المكان بالضبط. راح نضيف الكوميتيتر و شوفه مرة ثانية. طبعا هنا ما يحتاج نفصل جهاز الجلور لان يعني التلف مبين واضح، وكذلك ما يحتاج نفصل الغوميتر.
بأن هذا الارميتشر يحتاج لف واستبدال الكمبيوتر من جديد. هذا بعد ما نظفنا الكمبيوتر هنا التلف واضح مبين، هنا المكانات كلها متناسبة ما بيها شيء. بعدين يجينا هذا المكان هنا بي تلف مبين واضح، حتى تتلمسه حس اكو مكان ارتفاع. هذا لازم يتبدل. كل شيء شكله سليم ما في مشكلة. هنا راح نشوف تأثير البالانس جد قوي على الميتر. يرجع على المكان. نلاحظ ان المنطقة هنا الاسلاك محترقة ادى الى حدوث خلل في التوازن. نشوف بدون ما افر بيدي. هاي كمية الاسلاك اللي ازيلت اثرت على البالانس. راح احاول اشيل الدشلي والبولبان والمروحة حتى استخدم الجامد. نجي الآن نستخرج بيانات الارميتر. اولا المجرى قابل فراغ قبل الارميتر. لاحظ ان الطبقة الاخيرة اصغر من الطبقة قبل الاخيرة، اذا هذا يبدي مفرد وينتهي مفرد. نروح على الطبقة الاخيرة. على الطبقة الاخيرة السلك مرتبط بهذه النحاسة بشكل واضح. هذا هو المين وهذا هو اول مجرى. مسار لف اليمين اليسار اتجاه لف مع عقارب الساعة. الميل هذه الجهة الامامي الملف، الجهة الخلفية الملف، الميل الخلفي متقدم واحد، هذه الجهة الخلفية الملف، الميل الخلفي متقدم واحد. نستخرج الميل للجانب الثاني. هذا اول مجرى مسار لف اتجاه اللف. هذا السلك امتداد السلك مرتبط بهذه النحاسة. الجهة الامامية ملف، الجهة الخلفية الملف، الميل الخلفي متقدم بواحد. حددنا البيانات لهذا الارميتشر. الان نستخرج عدد لفات نقلب الارميتشر بهذا الشكل ونروح الى الطبقة الاخيرة ونقطع. ونحسبها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. اذا 14 لفة كل طبقة. نجي نستخرج القطر
لازم نحرق السلك، يلا نقيسه. صفر ثمانية وأربعين ما عندنا، لأن 0.50 و0.45 راح ناخذ 0.26 ونزيد عدد اللفات، لفة واحدة إضافية بدل ما 14 لفة تصير 15 لفة، ونستخدم قطر 0.45 يعني جيج 26. طبعا أنصح أن تتعلم اللف بأجهزة الباك سايد، لأن الميتشرات بياناتها تكون واضحة مثل ما شفنا، أسلاك كلها واضحة يعني البيانات الربط، وكذلك مستخدمين مادة مو شديدة الصلابة يعني ضعيفة ممكن تفكيكها بسهولة، يعني أبسط ما يمكن تقدر تقطعها بسهولة تقطيع الأسلاك. عكس هناك الميتشر مستخدمين مادة لاصقة شديدة الصلابة مو بسهولة تفكيكها. هاي سهلة تفكيك الارميتشر. مثل ما تلاحظون فككت الميتشر، فككت الاسلاك بهذا الشكل، يعني حتى اقدر بيدي شي تسلع اطلع الاسلاك. ثم اشوف هاي الطبقات الاولى افككها بيدي، هذا الشي يعني غير جيد، لازم الاسلاك تكون متماسكة بشكل جدا قوي. لكن هاي المادة المستخدمة في أجهزة الباكسايد جدا رديئة، مادة لاصقة حيث يمكن تفكيكها باليد. هاي أول طبقة أقطع وأحسبها حتى أتأكد من العدد. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، 13، 14، إذا نفس العدد. فككنا الأسلاك مثل ما نشوف بدون استخدام فرصة أو المنشار. أكملت تنظيف الأرميتشر من الأسلاك، واستبدلنا الكوميوتيتر التالف. الآن نكتب البيانات على الارميتشر، وبعد ذلك نضع العوازل ونبدأ اللف. هذا أول مجرى، مسار اللف، اتجاه اللف. حاول ننظف الارميتشر لان ما يبين الارقام عندنا. الان افضل. اول مجرى، مسار لف، اتجاه لف.
الميل الخلفي متقدم 1، نحسب 6 1 2 3 4 5 6 هذا الجهة الخلفية الملف. الميل الخلفي متقدم 1، هذا أول جانب. نروح للجانب الثاني أو المجرى، نسالف اتجاه لف، نحسب 6 1 2 3 4 5 6 هذه الجهة الخلفية للملف. الميل الخلفي متقدم 1، هذا الجانب الأول اللي باللون الأسود تابع لهذه النحاسات. راح أجي أرقمها، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني اللي هو باللون الأزرق تابع لهذا النحاسات. أكمل تحديد البيانات لهذا المجرى. الآن دخل العوازل ونبدي اللف. راح نبدي بأول جانب ونربطه بنحاسة رقم 1. ونروح إلى متجر رقم 1. هذا متجر رقم 1. نحسب 6 1 2 3 4 5 6 هنا يدخل السلك. ونحسب 15 لفة. لا ننسى نرسم الأفراد بعد كل طبقة ونربطه بنحاسة رقم 2. لفينا طبقة واحدة فقط 15 لفة في الجانب الأول مجرى رقم 1، ننتقل إلى الجانب الثاني. هذه نحاسة الجانب الثاني، ونروح إلى مجرى رقم 1. هذا مجرى رقم 1 الجانب الثاني، ونلف طبقة واحدة فقط 15 لفة، 1 2 3 4 5 6. السلك يدخل هنا. نربطه بهذه النحاسة، نحاسة رقم 2. أكملنا الطبقة مفردة في مجرى رقم 1 لكلا الجانبين بهذا الشكل. بس راح نبدي طبقات مزدوجة من مجرى رقم 2 إلى مجرى رقم 6. الآن ننتقل إلى الجانب الأول ونروح إلى مجرى رقم 2. هذا رقم 2 ونلف، راح نلف طبقتين كل طبقة 15 لفة. ونربط بنحاسة رقم 3. نرجع إلى نفس المجرى ونلف طبقة ثانية. نربط نحاسة رقم 4. بعد كمال طبقتين في الجانب الأول مجرى رقم 2، ننتقل إلى الجانب الثاني. هذا السلك الجانب الثاني،
ونروح الى متجر رقم 2 الجانب الثاني. هذا هو متجر رقم 2 الجانب الثاني، ونلف طبقتين. نربط بنحاس رقم 3، نرجع الى نفس المجرى ونلف طبقة ثانية. نربط بنحاسة رقم 4. ننتقل الآن للجانب الأول، نروح إلى مجرى رقم 3 ونلف طبقتين. نحاس رقم 5. طبعا لا تنسون جرد السلك قبل ربطه بالنحاسة. انا اختصر الوقت حتى لا يكون الفيديو طويل. الان نرجع الى المجرى رقم 3 ونلف طبقة ثانية. نحاس رقم 6. ننتقل الى الجانب الثاني، نروح الى متجر رقم 3 ونلف طبقتين. نرجع الى نفس المجرى ونلف طبقة ثانية. نربط بنحاس رقم 6. ننتقل للجانب الأول ونروح إلى مجرى رقم 4. نحاس رقم 7. نرجع إلى نفس المجرى، مجرى رقم 4، ولف طبقة ثانية. نربط بنحاسة رقم 8. ننتقل للجانب الثاني ونروح إلى مجرى رقم 4. نربط بنحاسة رقم 7. نرجع للطبقة الثانية في نفس المجرى. نربط بهذه النحاسة. ننتقل للجانب الأول ونروح إلى مجرى رقم 5. على مجرى رقم 5 ونلف طبقتين. نربط بنحاس رقم 9. نرجع نلف طبقة ثانية في نفس المجرى. نحاس رقم 10. ننتقل للجانب الثاني ونروح إلى مجرى رقم 5.
حاسة رقم 9. نرجع للطبقة الثانية في نفس المجال. نربط المحاصة رقم 10. ننتقل للجانب الأول ونروح إلى مجرى رقم 6. مجرى رقم 6 نلف طبقتين. نربط المحاصة رقم 11. نرجع نلف طبقة ثانية في نفس المجرى. نربط بنحاس رقم 12. ننتقل الآن للجانب الثاني ونروح إلى مجرى رقم 6. هذا مجرى رقم 6 جانب ثاني ونلف طبقتين. نربط بنحاس رقم 11. نرجع لف طبقة ثانية في نفس المجرى. مجرى رقم 6. نربط بنحاس رقم 12. الآن راح نلف طبقة أخيرة في مجرى رقم 7 اللي هو مجرى رقم 1 للجانب الثاني. طبقة واحدة فقط 15 لفة. نربط بنحاس رقم 1. وينتهي اللف للجانب الأول. ننتقل للجانب الثاني ونلف طبقة في مجرى رقم 7 اللي هو مجرى رقم 1 للجانب الأول. طبقة واحدة أخيرة 15 لفة. ونربط بهذه النحاسة نحاسة رقم 1. بنتلف للجانب الثاني. أكمل لف الأرميتشر بهذا الشكل.
تجمع الارميتشر بهذا الشكل. وحاليا جاهز لصب مادة تريبوكسي. اكملنا صب مادة تريبوكسي وصفلنا الكوميتيتر واصبح بهذا الشكل. سنجي نركب الجهاز. طبعا خليت الفحمات مؤقتا مجرد افحص الجهاز.
عندنا ارميتراك 72 مال كوسلا الحار الموديل القديم، واحد موديل 2014 والثاني موديل 16. راح نشوف البيانات. هنا عندنا استخدمت البيانات مسبقا، موديل 2014 الميل الخلفي متقدم بواحد، اما الميل في ارميتشر موديل 2016 عندنا هنا الميل الامامي متقدم 3. هنا اختلافات في الميل. عدد لفات في الموديل 2014 هو 12 لفة وقطر السلك 25. موديل 2016 عدد لفات 13 لفة والجيج 25. اختلاف انها عندنا ايضا حجم الكوميتيتر، هذا قطره 28 وهذا اقل 26. هاي معلومات قد تستفادون منها مستقبلا.